يقول صاحبي هذا وهو يعمل في أمن الطرق، قلت أعطني أغرب موقف مر عليك في عملك. قال مرة لما جيت أوقع دوام قلنا أصحابي اللي عندهم الشفت اللي قبلنا قالوا ليتك تشوفون ما هو الموقف الذي حصل لنا في الليل. قلت وش اللي حصل لكم في الليل؟ قال جاء إلينا صاحب سيارة وحنا في نقطة تفتيش أمن طرق، قال ترى في سيارة أنا قبل شوي مار من عندهم حادث مروع جدا في مكان ما في أحد. أخذنا من أوصاف المكان، يقول ركبنا سياراتنا انطلقنا تجاه الوسط، شغل السيارات الأنوار حقت السيارة، ناظر الرجل قريب الشارع يمين يسار ما في أحد. يقول حتى وقعنا على رجل نائي شوي سيارته متقلبه بعيد شوي عن الشارع. يقول فلما وجهنا نحوه نادينا على أحدا أن يجيب. يقول فالتفتنا فإذا برجل قد توجه للقبلة يصلي كأنما وجهه ورقة مصحف. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال سلمنا عليه جلسنا ننتظر. يقول حنا مفجوعين، رجل سيارة متقلبة بحادث مروري أليم، وإذا بالرجل أقرب ما يكون من الله وهو ساجد. قلنا لما انتهى من الصلاة وإذا بذلك الرجل الذي ملأ الله قلبه يقينا به، قلنا الحمد لله على السلامة ولا بأس عليك وبالحديد وليست بك. قال أنا ترى ما أنا بوحدي. قل حنا بالكاد رجلنا تحملنا وحنا ننظر هذا الموقف، رجل أول مرة يمر علينا رجل في مثل هذا الحادث يصلي. قلنا من معك؟ قال زوجتي وبنتي الأخرى كلهم في السيارة، والسيارة على التندم متقلبة. قلنا والحال؟ قال والله ما أدري. رضينا بالله ربنا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. قلت تصنع على الهلال الأحمر، حاولنا نعدل السيارة، أبعدناه شوي، طلعنا الزوجة البنت الثانية. يقول شوف الفاجعة، الزوجة ماتت طارت روحها إلى الله. قل جاء رجل الهلال الأحمر وإذا بالبنت الثانية ماتت أيضا ميتة، وإذا بالبنت الثالثة ميتة، كل الثلاثة قد فاضت أرواحهم في ذلك الحادث. يقول فحاولنا نبعد قليلا، قلنا لعلك شيخ تركب معنا وحنا بنطلع للمستشفى عشان نتدارك وضع أهله. قال لا ما يحتاج راينا عارف. قلنا وش اللي أنت عارف؟ قال أنا عارف أن زوجتي فاضت روحها إلى الله، وبنيتي فاضت روحها إلى الله، وبنيتي الثالثة فاضت روحها إلى الله. الله يقول ومن يؤمن بالله شف يهدي قلبه. قال ابن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الله ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. يقول فلما دنا منا قال لو سمحتم بس ابعدوا قليلا. قال ففتح سيارة الإسعاف، قبل رأس زوجته، قبل رأس بنيته، قبل رأس بنيته الثالثة، وقال اللهم ارض عنهن واغفر لهن وارحمهن وتجاوز عنهن. قال والله الذي لا إله غيره بالكاد تحملنا أقدامنا من هول المصاب، وهو كأنما هو عروس في ليلة زفافه. يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نظرتم أيها الأحبة كيف إذا نزل اليقين قلبك وملأ فؤادك وطار صدرك إلى ربك، كيف تكون مصائب الدنيا أمام ناظريك كأنما هي بخار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم املأ قلوبنا بخشيتك وحبك وتعظيمك ورجائك.